شهدت مملكة البحرين ازديادا مطردا في أعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة نظرا لتراخي البعض بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعت من أجل السلامة العامة، حيث سجلت المملكة خلال أسبوع واحد ما يقارب 20 حالة وفاة، لتكون بذلك أعلى نسبة وفيات تم تسجيلها لجائحة كورونا في المملكة. وقد أظهرت الإحصائيات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي لفيروس كورونا ارتفاعا بسبب التجمعات وخاصة في المناسبات الاجتماعية والدينية، إلا أن التجمعات أثناء موسم عاشوراء تسببت في ارتفاع الحالات لمستويات غير مسبوقة. بالرغم مما تقوم به مملكة البحرين من جهود متواصلة على كافة الأصعدة للتصدي لفيروس كورونا، إلا أن هذا المكان وحدة العناية المركزة يجتمع به الكثيرون من المتراخين أو ممن كانوا ضحية لهؤلاء المتهاونين والذين انتقلت لهم العدوى نتيجة المخالطة والتجمع وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار الفيروس، حرصا على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، فالذين لم يبالوا بالتدابير الاحترازية حملوا البحرين أعباء إضافية للسماح لكوفيد-19 بتوسيع معدل انتشار كورونا في المجتمع. بفضل جهود الكادر الطبي وجهود المتطوعين وجهود فريق البحرين، استطاعت البحرين أن تتعدى مرحلة من انتشار المرض، وصلنا نسبة متعافين عالية، ولكن في المرحلة الأخيرة بسبب تهاون الناس واستهتارهم وعدم التزامهم بالاحترازات الصحية واللي موصى بها من قبل فريق البحرين، بدأت الحالات في ازدياد بشكل كبير. لازم على كل فرد انه يحس بالمسؤولية، مثل ما يكون يخاف على اهله لازم يخاف على كل فرد من افراد هذا المجتمع. الحالات اللي عندنا موجودة في هذا القسم هي حالات تحت العناية المركزة في حالة حرجة تحتاج الى جهاز التنفس الصناعي لانقاذها من الموت. هذه الحالات القائمة الجديدة التي بدأت بالانتشار بين أوساط المجتمع وبخاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، جاءت نتيجة الإهمال الشديد وإهمال أحد أقاربهم الذين تهاون بصحة أهله ومجتمعه، على الرغم من النداءات المتكررة التي يطلقها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحثهم على عدم التجمع. صحة هي نعمة وهي أمانة، ولازم تحافظ على هذا الشيء باللي تقدر عليه. ثانياً من ناحية كوفيد، يعني صحة الآخرين بعد أمانة، لأن أنت ممكن أن تكون مناعتك زينة وتصاب بالفيروس لكن جسمك يتعامل وياه حتى يمكن بدون أعراض. لكن شنو ذنب اللي وياك في البيت اللي كبار في السن خلينا نقول، أو اللي مناعتهم شوي ضعيفة؟ الانتشار الواسع خلال الفترة الماضية مثل ضغطا على المنشآت الصحية والكوادر الطبية والتمريضية التي تعمل ليلا ونهارا من أجل صحة وسلامة الجميع، فمنهم من يقدم له العلاج في وحدة العناية والبعض الآخر يخضع لأجهزة التنفس من أجل البقاء على قيد الحياة. أهمية التقيد بالقرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة لتجاوز جائحة فيروس كورونا. معظم الأطفال المتواجدين في الشامل هم أطفال مخالطين لذويهم، أبهاتهم أو أمهاتهم يكونون موجودين في الشامل على عوائل، وطبعاً هذا السبب يعود للتجمعات. ارتفاع أعداد الحالات القائمة أثر على تنفيذ الخطط والنتائج المرجوة في القضاء على كورونا، ويعود ذلك لارتفاع لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء موسم عاشوراء والتهاون في تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية. أول شيء جانا كورونا عن طريق أمي خالتها، راحت جمعت في بيت جدها وكان وخالته وكانت خالتي فيها كورونا وعدت أمي جت البيت وعدت عائلتنا كامل. الحين كلنا احنا في الحجر وش يعني فعتهم الحين الليل اللي هم راحوها ما في إلا ساعتين، أكو احنا كلنا فينا كورونا. فأتمنى كل
المواطن يسمع ذا الكلام يلتزم في بيته وما يستهتر ذا الفيروس لأنه معدي وقاتل. واني واحدة حين كمل لي شهر كامل اني من شخص لشخص صيد الفيروس. ارجوكم يا شعب البحرين التزموا التزموا، يعني انا عاض ايدي ندم 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 ان اني طلعت في هذه الساعة. انا مصاب بفيروس كورونا من قبل كم من يوم بسبب مخالطتي ببنت خالي، بس ان هي كانت تطلع وجت زارتنا وصادنا الكورونا. هي قالت لنا روح فحصوا، بعدين قاموا يتواصلون ويانا مال الكورونا وقالوا لنا انجهنا عالي. بعدين قالوا سألونا أسئلة قالوا لنا لازم ننحجر. أنا ويا خالاتي رحنا العائلة كلها وانصابوا 5 أشخاص. إذا قعدنا نتجمع أنا ما يسوى، بعدين نروح الحجر. هذا هو حال المستهترون بفيروس كورونا نظراً لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعت لسلامتهم، وعدم التزام الكثير منهم بمبدأ التباعد الاجتماعي. فالإهمال المفرط جعل من البعض أن يكون أداة سهلة للانتشار وضربهم بجميع الإرشادات عرض الحائط. التعاون والالتزام اليوم هما السبيلان الآمنان من أجل تقليل أعداد الحالات القائمة ومعدل الانتشار، فجميعنا يحمل على عاتقه هذه المسؤولية الوطنية والمجتمعية لتقليل عدد الحالات ومساعدة الجهات المعنية لأداء مهامها من أجل الحد من انتشار كورونا والمساهمة في وطن آمن وصحي، حتى لا نكون نحن أو أحد أقاربنا من الأطفال أو النساء أو كبار السن في يوم من الأيام بهذه الأماكن نتيجة الاستهتار والتهاون. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.